آخر حاجة حقولها لك النهاردة عن الوساطات الخارجية اللي حاولت تتدخل وتحل الأزمة. كلنا فاكرين اللقاء الشهير اللي اتكلمت عنه في الوقت ده وسائل الإعلام، اللقاء أو الزيارة سميها زي ما أنت عايز، اللي جمعت وزير خارجية الإمارات ووزير خارجية قطر وممثلة الاتحاد الأوروبي، التلاتة اجتمعوا مع خيرة الشاطر في السجن. آدي الخبر اهو، وزير خارجية قطر والإمارات وممثل الاتحاد الأوروبي يزورون خيرة الشاطر. الكلام ده 4 أغسطس 2013 قبل الفضل بعشر أيام. اتقال وقتها أن خيرة الشاطر رفض مقابلتهم وقال لهم روحوا للرئيس مرسي، واتقال وقتها أن ده تعنت وتضيع فرصة من الإخوان وأنهم كمان مش حريصين على الحل. الكلام ده كله اتقال لو حضراتكم فاكرينه، اتقال كلام كتير، لكن تعالوا نسمع ايه اللي حصل بالظبط. والمصدر اللي هنسمعه دلوقتي خالد العطية، وقتها كان وزير خارجية قطر وواحد من اللي حضروا اللقاء ده. تعالوا نسمع هيقول ايه. لما وصلت مصر كان اول لقاء لنا كان مع خيرة الشاطر وكان هو في السجن. اصروا الاشقاء في مصر بان اللقاء يكون من ثلاث اطراف، انا والشيخ عبد الله بن زايد من الامارات ومساعد وزير الخارجيه الامريكي في ذاك الوقت كان ويليام بير، واصروا ان اللقاء يكون مع ثلاث. ذهبنا الى السجن وتحدثنا مع خيرة الشاطر. استغربت من كلام خيرة الشاطر في هذاك الوقت، يعني خيرة الشاطر كان يوجه كلامه، هو محسوب على الاخوان، كان يوجه كلامه للشيخ عبد الله بن زايد، يتحدث مع الشيخ عبد الله بن زايد ويتكلم عن المعاناه والالم وانه يعتبرون هذا طعنه في الظهر وكانه تلميح وكانه كان في علاقه سابقه، كان في يعني تفاهمات معينه وانهم طعنوهم في الظهر فتعن. ومع ذلك هذه على لسان خيرة الشاطر، ومع ذلك احنا مستعدين لحقن الدماء والجلوس على الطاوله للوصول الى تفاوض وحل المساله هذه سلميا. طبعا هذه بادره كويسه. طلعنا من السجن، يفترض ان نزور الرئيس مرسي. بعد ما طلعنا من السجن بقدره قادر ألغيت كل الاجتماعات بسبب لحد الآن هو سبب غامض مجهول، سبب مجهول. بعد اللي سمعناه ده أظن مفيش كلام يتقال. الراجل بكل وضوح بيقول لك خيرة الشاطر بلغهم قال احنا مستعدين رغم الألم ورغم انه كان موجوع من الإمارات وحاسس بالخيانة وانه الطعن في ظهره، قال لهم احنا مستعدين للتفاوض والحوار والحل، وقال ان زيارتهم للرئيس مرسي اللي كانت هتحل بقى والموضوع ينتهي ومفيش اعتصام ومفيش قتل ومفيش دم. فجأة وهم رايحين يزوروا الرئيس مرسي الزيارة اتمنعت لأسباب غير معروفة لحد النهاردة. يعني الأمور كانت ممكن تتحل، كان ببساطة مش هيبقى فيه دم ومش هيبقى فيه حاجة للقتل والفض والدم اللي سال ده كله، ما كانش فيه حاجة للوجع اللي سكن قلوب وبيوت المصريين لحد النهاردة، لكن كان في حد عنده رغبة في كده. واضح من الكلام بالأدلة ان الحد ده لا الإخوان ولا خيرة الشاطر ولا محمد مرسي ولا تحالف دعم الشرعية، مش دفاعا ولكن إحقاقا للحق. نفس المشهد اللي حصل قبل الانقلاب نفسه لما اتقال أصل مرسي متعنت ورافض كل الحلول ورافض الانتخابات المبكرة، وطلع كل الناس اللي حوالين الرئيس مرسي وعشره وشافوا بعينيهم الأحداث قالوا الكلام ده مش صحيح، والرئيس مرسي كان موافق على فكرة الانتخابات المبكرة بس كان بيقول نعمل انتخابات برلمانية وبعدها انتخابات رئاسية عشان ما بقاش فيه فراغ. هنا عايز أقف شوية معاك. وقتها افتكر ان كانت شعبية الإخوان في أقل مراحلها والناس بتسب وتلعن، صح؟ يعني ما كانش عايز يعمل انتخابات علشان يبقى هو اللي في البرلمان، كان عايز يعمل انتخابات علشان ما يبقاش فيه فراغ دستوري، يبقى البرلمان موجود بينوب عن رئيس الجمهورية لحد ما يتم انتخاب رئيس جمهورية علشان البلد ما تروحش تقع في حجر المجلس العسكري، لأن المجلس العسكري بيظهر دايما في الفراغ. والراجل كان بيشتغل أو بيعمل كده علشان يراعي ربنا في الثورة وفي دماء المصريين اللي ضحوا في ثورة 25 يناير علشان يبقى فيه حكم مدني بعيد عن العسكريين. ده الأمر ببساطة، ما كانش عشان البلد تقع في حجر الإخوان ولا غيره، لأن وقتها كان الإخوان في أقل مراحل شعبيتهم في مصر لو حضرتك فاكر. نفس الشخص اللي كذب قبل الانقلاب هو نفس الشخص اللي كذب بعد الفض، هو نفس الشخص
اللي كان عنده رغبة في الدم والقتل هو اللي كان عايز يقسم المصريين علشان يوصل للحكم ويعمل صدمة كبيرة يخوف بيها الكل ويرعب بيها الناس ويضمن لنفسه حكم طويل الأمد ولو على جثث المصريين. وطبعا حضراتكم عارفين الشخص ده مين اللي جابها لمسة أكتاف وشحت الناس وفقر الناس، عبد الفتاح السيسي اللي محدش عارف يزيحه من على المشهد حتى الآن. كده أفهم أنا خيرت الشاطر كان متضايق من وجود عبد الله بن زايد في الوفد اللي قبله. ليه؟ لأن مش معقول إن اللي عمل الانقلاب وخطط له وصرف عليه وبرك ويكون طرف في الحل عبد الله بن زايد والإمارات ومحمد بن زايد هم المحركين الأساسيين للانقلاب العسكري في 3/7 على الإرادة المصرية. ودي تويتة عبد الله بن زايد يوم الانقلاب: مبروك يا أم الدنيا، يوم الانقلاب كان شايف ان اللي بيحصل ده حاجة يتبارك عليها. فمحدش يشك ان دي كانت لعبة من محمد بن زايد، يخطط للانقلاب، يمول، يرسم الصورة بالتفصيل، وفي نفس الوقت يبعت اخوه. ليه؟ عشان يحل؟ لا، عشان يفسد اي مشهد للتفاوض والوصول لحل، يحقن دماء المصريين علشان ما يسيبش فرصة لقطر انها تكون موجودة او تلعب اي دور. ركز معايا وانا وريتك بالارقام وبالبيانات خروج شيخ الازهر وبعد منه الدكتور محمد البردعي واستغلال الشيخ حسان ومراوغته وافساد الوساطه الخارجيه ووقفها بدون اسباب معروفه، بيجاوب لنا ببساطه على السؤال المهم: هو ليه الفض حصل بالشكل المروع ده؟ الاجابه ان دي كانت رغبه عبد الفتاح السيسي ووسيلته المرسومه له علشان يوصل للسلطة ويفضل فيها أطول فترة ممكنة من غير ما حد ينازعه فيها. عشان كده الحال واصل بالبلد للحالة اللي احنا فيها ومحدش عارف يقول له امشي، وكل اللي بيطلعوا يتكلموا على استحياء: أصل يعني كفاية ونخلي مدن يجي وفترتين كفاية. لا، هو قتل وسفك دماء وبهدل البلد ورهنها وزلها وعلى كتفها وزلها والكلام اللي هو بيقوله هو عمله عشان يفضل على الحكم. بس اللي فض ربعة عشان يوصل للحكم مش هيمشي بانتخابات، اللي قتل الناس وقسم الشعب مش هيمشي بانتخابات.